سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. الموعد يتجدد دوما عبر الشرقية على الهواء مباشرة، أخذكم إلى جولة رياضية نتعرف من خلالها على أهم المتابعات. جولة الشوط الثالث لهذا اليوم نبدأها كالمعتاد من أهم العناوين. بعد بكائها بحرقة على نفوق فرسها، دولة الإمارات العربية المتحدة تهدي مجموعة خيول لطفلة عراقية. الأوساط الرياضية تودع بحزن شديد واحدا من نجوم الكرة العراقية، والشوط الثالث يحضر مجلس عزاء الراحل مؤيد محمد صالح. ونادي الموصل يبتعد عن التأهل لمصاف دوري الدرجة الأولى بعد خسارة أمام القرمة. الشوط الثالث يناقش أوضاع الفريق الموصلي. هذه كانت أهم العناوين، سنأخذكم إلى تفاصيل أدق بعد فاصل قصير، ابقوا معي. أهلا بكم سادتي الأحبة. من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ من الالتفاتة الكبيرة لحاكم دبي محمد بن راشد، الذي أمر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة. ووجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بدعم الطفلة لانيا فاخر لإنشاء مركز تدريبي خاص، وكانت الفارسة الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت فرسها وصديقها الوحيد جوسنو، وأثارت حالة التعاطف والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعية، وهي تصنف لانيا كأصغر فارسة بإقليم كردستان، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها الذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن 5. وقالت الفارسة الصغيرة بأن حصانها الوحيد كان مريضاً في المدة الأخيرة، وحاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه. وأوضحت فاخر إنها رغم خسارتها لأغلى صديق لديها إلا أنها لن تنساه، وهي لا تزال تذهب إلى قبره حاملة التفاح والسكر فيها، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكانا خاصا لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسية على يديها. طبعا هذا الفيديو الحقيقة اليوم كان الشغل الشاغل بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد هي التفاتة كبيرة من حاكم دبي رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرجل المعروف بمواقفه الطيبة النبيلة الداعمة للعراقيين وللرياضة العراقية. سنكون معكم إن شاء الله بتقرير مفصل قريب عن هذه الفارسة اللي دخلت التاريخ الرياضي وخصوصا في رياضة الفروسية من أوسع أبوابه. مشاهدينا الأحبة، يوم أمس رحل واحد من نجوم الكرة العراقية الخالدين الذي كان له بصمة كبيرة في مسيرة الكرة العراقية، رحل تاركا إرثا كبيرا من الإنجازات المفعمة
بسيرة ومكانة الكرة العراقية. نجوم الكرة العراقية والرياضة العراقية عموما نعوا رحيل هذا الرجل الذي ترك أثرا طيبا، الراحل النجم الدولي مؤيد محمد صالح، وودعوه إلى مثواه الأخير. الشوط الثالث كان حاضرا في مجلس عزاء الراحل مؤيد محمد صالح، نتابع. مشاهدي الشرقية والشوط الثالث أهلا بكم. ودعت الأوساط الرياضية والكروية واحدا من نجوم المنتخبات الوطنية في العقد السادس والسابع من القرن الماضي، والمدرب الكروي الذي أشرف على خيرة الأندية والمنتخبات الوطنية والعسكرية. أرجو التفضل بالبقاء معنا لمتابعة هذه التغطية من مجلس عزاء المرحوم مؤيد محمد صالح. صراحة بدون مجاملة شخص من أروع ما يكون، بالخلق بالأدب بالالتزام بالعائلة، طيب القلب متسامح، كان عنده فكر جميل، يعني من تتناقش وياه ياخذ ينطي بالكلام. صراحة خسارة للكرة العراقية وبوقت مبكر، ما راح نقدر نقول إلا نقول اللهم وسع مداخله واسكنه فزح جناتك، انا لله وانا راجعون. والدي انسان نبيل، قدم للرياضه وللرواد الرياضيين الكثير الكثير، فالحمد لله والشكر اليوم كلهم شفتهم وبشوفتهم. اني حقيقه اليوم يعني شفت والدي وتذكرت والدي وما اثر والدي. اشكر من تحمل عناء السفر، اشكر كل شخص اتصل بي، اشكر الناس المحبين الحقيقه اليوم اللي كحلت عيني بيهم، وحيبقى مؤيد محمد صالح رمزا رياضيا عراقيا خالدا باذن الله تعالى. كلام صراحه انه هذه شخصيات نحتاجها في هذا الوقت بالذات، قد ما يكون شخص تاريخه كبير، اضافه الى انه لغه الاصباح، الجانب الاخلاقي، ما اريد انا اقول عندنا كثير من الناس عندها اخلاق، قلت لك يعني نعم الاب والاخ كان لنا بالنسبه، واقل واجب انه احنا يعني اليوم واقفين بعزاء الرحمه والمغفره للكابتن مؤيد محمد صالح. كان رياضي مثل المنتخبات العراقية، نجم كبير هو، وأيضا هو من سلالة يعني تاريخه واضح، يعني خاله الشهيد أو المرحوم عبد الكريم قاسم، يمكن القسم عندهم ما يعرفه، فأعتقد هو جمع الطرفين يعني بين التاريخ السياسي والتاريخ الرياضي، فأعتقد يمتلك كل هاي المواصفات الجميلة. لم يكن يعني كان محبوب للجميع، وهو معروف للجميع انه كان يعني انسان طيب خلوق يحب الخير للجميع، وانا حقيقه يعني افتقدته لان انا دائما كنت اروح استشيره او اخابره او اتصل عليه. اكيد الله يرحمه ويغفر ان شاء الله مثواه الجنه. اكيد الاستاذ مؤيد محمد صالح اسم كبير بكره القدم وبالرياضه العراقيه، تاريخ طويل وشخصية مرموقة ومحترمة جدا، نسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة إن شاء الله. هذا الإنسان الرياضي اللي يعني كان يعني عشنا وياه فترات المسؤولية وفترات اللعب، وكان رجل يعني فعلا يعني من الرجال الخيرين المؤمنين الصادقين بتعامله، لكن مثل ما تعرف أن هذه سنة الحياة، نرجع نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. إذن محمد كان هذا جزء من ردود الأفعال، المشاعر الحزينة تخيم على الأجواء من قبل الوسط الرياضي وعائلة الفقيد. فقدنا نجما دوليا كبيرا ومدربا مجتهدا ومربيا فاضلا وإنسانا خلوقا، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا زيد على هذه الجهود، وشكرا لفريق عمل الشوط الثالث. بالتأكيد خسرنا واحد من رموز الكرة العراقية، لكننا نبتهل الله سبحانه وتعالى
أن يتغمده بواسع المغفرة ويرحمه ويسكنه فسيح الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ندخل في تفاصيل الأخبار والأحداث الرياضية ونبدأ من المنتخب الشبابي العراقي اللي اتحاد الكرة قرر تجديد ثقته بالكابتن عماد محمد مدربا لفريق الشباب، حيث قرر الجهاز التدريبي للفريق الشبابي إجراء اختبارات اللاعبين المحترفين تولد 2005 و2006 و2007 يوم السبت الموافق الخامس من آب وفق التسجيل الإلكتروني، وبعد إكمال اللاعب التسجيل في الرابط ستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدرج في الاستمارة الإلكترونية، كذلك رقم الواتساب الخاص به، ويبلغ بقبوله للاختبار بالإضافة إلى موعد التدريبات ومكانه خلال الاستمارة. بعد ذلك سيعلن عن جدول خاص لجميع المحافظات وبين إجراء الاختبارات. أما بالنسبة للاعبين المحترفين فسيكون لهم برنامج خاص لمتابعتهم عن قرب أعده المدير الفني بالتعاون مع ديتهم، وسيحدد موعد لاحق لقدومهم إلى العراق، ومن يتعذر عليه ذلك ستتم مراعاة ظروفه، وسيأخذ في الاعتبار هذا. ووضع الجهاز التدريبي في مفكرته أكثر من 40 لاعب محترف ستتم مراقبتهم بالإضافة إلى اللاعبين المحليين في دوري الفئات العمرية. طبعا بالتأكيد الموفقية والنجاح لعماد محمد بتجديد الثقة باتحاد الكرة لقيادة مدرب منتخب الشباب العراقي. عماد استطاع أن يكون وصيفا لبطل آسيا، تأهل إلى نهائيات كأس العالم رغم أنه لم يحقق شيء خلال البطولة، لكن اتحاد الكرة جدد الثقة به، وبالتالي نتمنى الموفقية والنجاح لعماد محمد في قادم أيامه. من الشباب إلى المنتخب الأولمبي اللي يستعد لتصفيات آسيا اللي راح تنطلق بالكويت، حيث أكد مدرب المنتخب الأولمبي الكابتن راضي شنيشل أن قائمة لاعبي فريقه لتصفيات آسيا ستعلن يوم غد. شنيشل أكد في تصريح خاص بالشوط الثالث أنه ملاكه التدريبي سيجتمعون مع اتحاد الكرة قبل إصدار القائمة النهائية لأسماء لاعبي الأولمبي اللي راح يخوضون منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات القارة اللي راح تنطلق في السادس من أيلول. وأضاف شنيشل أنه وضع عددا من أهم الأسماء اللي راح تمثل الفريق بمشواره المهم، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، مبينا أن القائمة شملت لاعبين من منتخب الشباب وآخرين يلعبون في الأندية العراقية وآخرين محترفين في دوريات خارجية. وبين أن المنتخب سيدخل معسكرين تدريبيين في شهر آب المقبل، الأول داخلي في البصرة والثاني خارجي في تركيا، مبينا أنه طلب من اتحاد الكرة إقامة مباريات مع منتخبات على مستوى عال بغية تجهيز اللاعبين بشكل جيد والوقوف على المستوى العام للفريق، لا سيما أن المنافسات الآسيوية المقبلة ستكون مهمة للتأهل إلى النهائيات. الموفقيه للكابتن راضي شنيشل وفريق المجموعه او القرعه وقعت الفريق العراقي في مجموعه مكاو تيمور الشرقيه الكويت، وبالتالي قادرين باذن الله تعالى بعد خطفنا للقب بطوله غرب اسيا للمنتخبات الاولمبيه ان نظهر بالمستوى الذي يلبي الطموح، والشرقيه كانت سباقه في دعم هذا المنتخب بتكريمه تكريما ماديا وايضا الاهتمام به وببقيه المنتخبات. مشاهدينا الاحبه، توج نادي الحدود بلقب الدوري العراقي لسباعيات الركبي بعد تغلبه على فريق الصحة والبيئة بنتيجة 21-5 في المباراة الختامية اللي استضافها ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. الحدود حصد لقبه الثاني تواليا بعد أن فاز في الموسم الماضي. المباراة شهدت حضور عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، كما حصد لاعب الحدود سرمد عبد علي على جائزة هداف الدوري، وشهد كرنفال ختام الدوري للركبي عام 2023 إقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني الأول والمنتخب الوطني للشابات تحت 20 عام، وفاز المنتخب الوطني ب 14 نقطة مقابل 5 للشابات. رئيس اللجنة الفنية وعضو اتحاد الركبي حسين عمار أكد أن هذه المباراة شهدت مستوى جيد من قبل اللاعبات، وإن مدرب المنتخب الوطني الإيراني حميد رضا كان متواجدا وأكد أن وجود خامات جيدة يمكن تطويرها في المستقبل. طبعا
طبعا نبارك لفريق الحدود لهيئته الإدارية هذه الجهود، ومبارك لانطلاقة دوري الركبي سباعيات الركبي. احنا بأمس الحاجة لتوسيع ودعم هكذا ألعاب، لأن هذه الألعاب هي جديدة على مجتمعنا، لكن اتحاد الركبي يعمل بوتيرة عالية. نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها فريق عمل الشوط الثالث من داخل منافسات هذه البطولة. ختام موسم 2023 للاتحاد العراقي للركبي، هذا الموسم يعتبر استثنائي باعتبار انه هذا اول موسم بعد الاعتراف الرسمي ومصادقه الهيئه العامه للجنه الاولمبيه على اتحادنا. الحمد لله والشكر قدرنا نحقق شيء بسيط ان شاء الله، انه يعني اكو فد مخطط بوجود المدرب الايراني المحترف لتشكيل او الاشراف على الفرق العراقيه. عندنا بطولات خارجيه ان شاء الله قادمه، في اكتوبر بطوله اسيا، وفي نهايه هذه السنه البطوله العربيه في جده. الحمد لله تم اختتام الدوري العراقي للركبي موسم 2023 الذي توج به نادي الحدود. نبارك لنادي الحدود فوزه بالدوري، وكذلك حظ أوفر لنادي الصحة صاحب المركز الثاني. حقيقة اليوم كان كرنفال عراقي كبير ناجح بالنسبة لنا كاتحاد الركبي، بحضور رسمي، بحضور ممثل رئيس الوزراء، وكذلك ممثل اللجنة الأولمبية، وكذلك وزارة الشباب. فالحمد لله كان كرنفال رائع. حقيقة الاتحاد الآن طوى صفحة الدوري العراقي، والآن لدينا مهمة جديدة، وهي مهمة إعداد المنتخبات الوطنية، منتخب الرجال ومنتخب النساء لديهم مهمة وطنية هي المشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في قطر مطلع الشهر المقبل. إذن كل الموفقية لهذا الاتحاد، وبالتأكيد هذا الاتحاد ينال قسطا من الاهتمام على المستوى الأولمبي على المستوى الرياضي، ونأمل خيرا بمستقبل هذا الاتحاد وبقية الألعاب الرياضية الحديثة على مجتمعنا مثل ما أسلفنا قليلا. إلى كرة القدم النسوية اللي عادت بعد غياب 14 عام عن منافسات بطولة غرب آسيا، حيث أكدت عضو اتحاد الكرة رشا طالب أن العراق سيعود للمشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات على الساحات المكشوفة. طالب أكدت أن البطولة ستقام مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية، وستكون الأولى للعراق بعد انقطاع دام 4 أشهر أو 14 عاما عن المشاركات في بطولات الساحات المكشوفة. وبينت أن اتحاد الكرة سيدعم اللجنة النسوية بشكل كبير من أجل تشكيل منتخب وطني نسوي يضم خيرة لاعبات العراق. وكان منتخب سيدات العراق لكرة الصالات توج بلقب النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا بعد فوزه على السعودية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بمدينة جدة السعودية منتصف العام الماضي. أيضا نتمنى الموفقية والنجاح لمنتخب العراق للسيدات على الساحات المكشوفة، وعودة ميمونة بعد أن غبنا أكثر من 14 عام مثل ما تحدثنا. هذه المدة يفترض بنا أنه نعد منتخب يقدم شيء للكرة النسوية العراقية على مستوى غرب آسيا. كنا نعلم هناك فارق كبير حدث بيننا وبين دول غرب آسيا في مجال كرة السيدات، لا أقصد الصالات، العراق هو بطل غرب آسيا وينافس على العرب، لكن في موضوع الساحات المكشوفة هناك الأردن، هناك لبنان، هناك دول الخليج العربي. إذن هذه انطلاقة ستكون، أتمنى أن تكون مثمرة لمنتخب السيدات في المملكة العربية السعودية، لا سيما أنه هناك متسع من الوقت لإعداد فريق يلبي طموحات الجماهير الرياضي. أخيرا مشاهدينا الأحبة، إلى منافسات الدور التأهيلي بكرة القدم وبالتحديد إلى المجموعة الأولى اللي يحتضنها نادي الموصل، واللي أخذت تدخل صراعا مثيرا وكبيرا بين الفرق المتبارية. فريق الموصل فرط بفرصة سهلة لغرض ضمان تأهله إلى مصاف دوري الدرجة الأولى بعد أن خسر مباراته أمام فريق القرمة القادم من محافظة الأنبار. ضمن منافسات الدور التأهيلي إلى دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، خسر نادي الموصل أمام ضيفه نادي القرمة القادم من الأنبار بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب نادي الموصل بعد أن استغل الفريق الضيف خطأ دافعي الموصل. في المقابل أضاع مهاجمو الموصل العديد من الفرص الضائعة التي لم تغير من واقع نتيجة المباراة. بهذه النتيجة تصدر القرمة ترتيب المجموعة الأولى ب16 نقطة،
يليه الغراف ب 16 نقطة لكن فارق الأهداف للقربة، ثم الموصل ب 15 نقطة، التاجي رابعا ب 15 نقطة أيضا بفارق الأهداف عن الموصل، ثم نفط الشمال خامسا بتسع نقاط، ثم الكفل أخيرا بأربع نقاط. الدور الحاسم المؤهل لدور الدرجة الأولى وهو الجولة الأخيرة سيجمع الغرافة بنفط الشمال في ذي قار، التاجي سيستضيف الموصل في التاجي، والقرمة سيستضيف الكفل في بلعبه. الثانية نينوى اللي اسعدتنا من شفنا بها البنية التحتية بدأت ترجع، اهلها رجعوا وان شاء الله كنا اهلها ان شاء الله. حبيبي الغالي عبودي حبيبي حقيقة فرحتين، فرحة الفوز الاولى والفرحة الثانية شفت نينوى ورجعت بدأت يرجع بريقها ويرجع بريقها ولمعانها الى المحافظة الاولى، ان شاء الله ترجع بالعراق مثل ما كانت سابقا، واهالي نينوى كلهم اهلنا واخوتنا ان شاء الله، ولان نادي نوصل ونادي القرمة ان شاء الله نادي واحد. هذا الفوز يعني بصراحه يعني تعبنا واجتهدنا والحمد لله هسه اجانا هذا الفوز اللي راح ينقلنا ان شاء الله نقله يعني شبه اخيره الى صعود للدرجه الاولى. نشكر جماهير موسى على الاستضافه، احسن استضافه كانت، واشكر الفريقين طبعا، كانت مباراه كلها جميله من طرف الموصل ومن طرف نادي القرمه. بدايه نحب نبارك الفريق القرمه كسب النقاط الثلاثه وهارد لفريق الموصل وان شاء الله تعود المباراه الجايه مثل ما شفت يعني كلنا شاهدنا المباراه الموصل اليوم ما قدم فريق لاعبي الموصل ما قدموا المستوى المعود عليهم لهم وفاجانا مستوى اللاعبين اكيد جماعيا فريق كلته فريق كان ما متماسك المناطق يعني الدفاع الوسط الهجوم صارت عندنا اكثر من ثغرات اعتقد يعني الهدف المبكر لنادي القرمه اللي حدث الخلل في فريقنا ما قدروا يتركزون ما قدروا يسيطرون على المباراه يسيطرون على نفسهم وتاسفنا لخساره الموصل يعني سبحان الله الخساره اللي كانت غير متوقعه يعني كنا متوقعين 100% الموصل يفوز اليوم ويصير 18 نقطه ويتصدر المجموعه وكل النتائج حتى نتيجه التاجي مع النفط الشمال خسر التاجي كان اليوم وسع لو فايزين احنا كانت رشحنا بس هناك كانت اخطاء دفاعيه اليوم بحته يعني خاصه من قلب الدفاع الكابتن مهدي يعني خطأين الخطا الاول جاء منه جول والخطا الثاني في الدقيقه في الوقت الضايع جاء الجول الثاني وضاعت يعني فرصه التاهل الى مصاف الدرجه الاولى حرامات صراحه اليوم فريقنا يعني كان زين احسن من فريق القرمه بس المهاجمين مالنا ما كانوا موفقين يعني جت جانا فرص ما بس ما كانوا موفقين على الجول ما قولوا وفريق القرمه يعني استغلوا الاخطاء الدفاعيه مالنا سجلوا جولين علينا ومبارك عليكم إذا شكر موصول لمحمود الاستيفاني مراسل الشوط الثالث في نينوى ودهوك الموصل يفرط بفرصة ثمينة لغرض مصالحة جماهيره والعودة إلى دوري الأضواء نبارك لنادي القرم نبارك للاعب الدولي السابق شاكر محمد صبار الذي استطاع أن ينتزع ثلاث نقاط مهمة من فريق كبير بحجم الموصل الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره ما الذي حدث لنادي الموصل؟ لماذا يستمر مسلسل نزيف النقاط تعادل أمام التاجي على أرضه وبين جماهيره ويوم أمس يخسر أمام القرمة أسئلة كثيرة سأطرحها على ضيفي الكريم وهو نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل وبذات الوقت هو مشرف فريق الكرة الدكتور ربيع عبد الوهاب اللي أحييك أجمل تحية ضيفا كريما في الشوط الثالث مرحبا بك يا دكتور في الشوط الثالث عبر الشرقية اهلا وسهلا بك استاذ محمد سعيد جدا بلقاء بك وبحضور برنامجك الكريم يا اهلا وسهلا اذا تعرفتم على ضيفي والمحور المهم اللي راح نناقشه لكننا سنستوقف لنتابع هذا التقرير اللي اعده زيد السراج عن نادي الموصل ابقوا معي خسر فريق الموصل بكرة القدم مباراته أمام القرمة بهدفين لهدف
وبذلك ابتعد نوعا ما عن المنافسة على صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين بالنقاط القرمة والغراف. وستكون هنالك جولة أخيرة للموصل أمام التاجي، وعليه تحقيق الفوز دون أدنى شك مع انتظار تعثر بقية الفرق. ولنينوى مكانة كبيرة كونها ثاني أكبر المحافظات من ناحية السكان، وكان لديها فريق كروي مميز لطالما تواجد في الدوري الممتاز وأحرج الفرق وخرج عددا لا بأس به من اللاعبين للمنتخبات الوطنية والأندية المهمة. لذا على المسؤولين دعم النادي وكرة القدم على وجه الخصوص مع وجود قاعدة جماهيرية كبيرة تدعم ممثل المحافظة، وستكون عنصرا مهما في إنجاح مهمته في حال العودة من جديد. زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود مرة أخرى للترحاب بضيفي الكريم القادم من نينوى والعزيز الغالي الدكتور ربيع عبد الوهاب. دكتور، أكرر الترحاب بك مرة أخرى، ما الذي يحصل في نادي الموصل دكتور؟ والله أستاذ محمد أنت ما بعيد عن نادي الموصل، ويمكن من الإعلاميين المقربين للنادي عندنا، الله يحفظك، ومتابعين لك جدا. اللي صار، أنت تعرف كرة القدم تعتمد على أخطاء. إحنا المباراة الأخيرة يعني ضيعنا فرص بالجملة، وعد ما تسجل أنت لازم تنتظر التسجيل بهدفك، هذا واقع حال. وكرة القدم تعتمد على أخطاء، قدر الله ما شاء فعل. حقيقة كنا من النفس إنه ناخذ الثلاث نقاط حتى نتأهل يعني نتأهل مصاف الدرجة الأولى، لكن سبحان الله هذا ما حصل. يعني أكثر من 4 إلى 5 أهداف محققة ضاعت أمام المرمى بالدقيقة الأخيرة أو الثواني الأخيرة من فرصة واحدة. القرم استطاع أن تسجيل هدف، بالإضافة أنه الهدف الأول كان عامل ضغط علينا. الهدف الأول إجا بالدقيقة الأولى، وبقينا 65 دقيقة إحنا ضاغطين حتى نسجل الهدف التعادل. لا. وتعرف أنت الفريق يعني كل ما يمر الوقت يصير ضغط عليه نفسي عالي. صحيح. وسبحان الله سجلنا هدف التعادل وبقينا ضاغطين وضيعنا يعني كثير من الأهداف، وجاء هدف الفوز علينا بالدقيقة الأخيرة من المباراة. طيب، هذه أحداث المباراة. هاي مباراة القرمة. لكن يعني رب سائل يسأل ومتابع لمسيرة نادي الموصل يعتقد أنه تعادلكم أمام التاجي ولجوءكم إلى لجنة الانضباط والشكوى اللي قدمتموها هي من أبعدتكم أو خلقت نوع من العبء النفسي على اللاعبين، هل هذا صحيح دكتور؟ أكيد طبعا، أنت بأرضك تتعادل تعتبر خسران، فقدت نقطتين من الثلاث نقاط. أستاذ محمد، هي كرة القدم يعني قلت لك ما بليت حيلة، أنت دائما تريد تسعد الجمهور، دائما تريد تحقق الفوز، بس هي فوز وتعادل وخسارة ما بالكيف. فإحنا ضيعنا نقطتين مهمة على أرضنا، وقدمنا اعتراض للجنة، وإن شاء الله راح نتناول هذا الموضوع من خلال برنامجك. نعم. خلينا في محور التاجي. نعم. التاجي أنتم كنتم مطمئنين إنه اعترافكم ناجح ورايح ودفعتوا الرسوم. أكيد. وإحنا عرضنا إنه الاستمارة فعلًا كانت رقم واحد للاعبين. نعم. وبالتالي هناك أمور تغيرت وتفاجئتم بهذا الموضوع. يا ريت تسرد لي باختصار ما الذي حصل، وهل فعلا انه لجنه الانضباط لم تنصف نادي الموصل؟ نعم استاذ محمد، الاستماره اللي تكتب باليد بخط اليد والاستماره الالكترونيه، احنا دائما عندنا ارشيف، تعرف احنا نادي عمره اكثر من 80 عام، فعندنا ارشيف بالنادي، فطلبنا الاستماره الالكترونيه من الحكم الرابع، من مشرف المباراه والحكم الرابع، والاستماره اليدويه نسخه منها. عد ما زودونا بها اكتشفنا احنا تقريبا الساعه بال 12 بالليل انه لاعبين يحملون الرقم 12 بالفريق الاساسي وبالاحتياط. فباليوم الثاني مباشره، تعرف هاي الاستمارات خلال 8 ساعات لازم تصل للاتحاد. نعم. فاحنا مباشره فجر اليوم اللي بعد اليوم الثاني المباراه اتجهنا لبغداد، قدمنا اعتراض ودفعنا الرسوم، قلنا لهم يا ابو هاي الاستمارات اللي زودنا بيها منه، ودفعتوا مليون دينار. نعم نعم استاذ محمد، وهاي الاستمارات اللي زودونا بيها، ويمكن تعرض الاستمارات موجوده عندك. احد الاخوان بالاتحاد اتصل بالحكم اللي هو سالم عامر، قال له ايش صار مباراه التاجي، يعني بالعاميه شنو اللي صار مباراه التاجي والمصر؟ قال له كل شيء ما صار. قال له استاذ سالم، ترى عندك لاعبين يحملون الرقم 12. قال انا ما عندي علم بهذا الموضوع،
والحكم الرابع مشرف في المباراة يتحملون المسؤولية. تمام؟ زين. يعني تنصل منها سالم عامر؟ طبعا اكيد تنصل من الموضوع. فهنا يعني نتفاجأ بعد ايام انه الاستمارات تغيرت. احنا زودنا الاتحاد بالاستمارات الاصلية والحكم الرابع. تغيرت بالاتحاد؟ طبعا عند لجنة الانضباط، هم يعرفون بهذا الشيء. زين. فالحكم الرابع ومشرف المباراة زودوهم بالنسخ اللي موجودة نفس اللي عندنا احنا. نتفاجأ بعد ايام انه تغيرت هاي الاستمارات. تم استدعائنا من قبل الاتحاد وذهبنا الاتحاد مع مشرف المباراة. من كان مشرف المباراة؟ الأستاذ طيب ثبتها هاكر. اي نعم هاكر صبحي ثبتها؟ اي موجودة عنده، عنده تقرير يثبت انه هناك خطأ. طبعا طبعا. وكل هذا ولم يؤخذ به من قبل لجنة الانضباط؟ الأستاذ التلاعب شلون صار؟ احنا من رحنا اللجنة استدعتنا للبغداد. نعم. فرحنا اجى مشرف المباراه قال اني ما عندي علم بتغيير الاستماره. الاتحاد شو يقول؟ يقول ان الاستماره كان بها خطا وتغيرت قبل المباراه بساعه ونص. مع العلم احنا الاستمارات زودنا بها ليله المباراه، يعني بعد يعني بعد المباراه. نعم بعد بعد المباراه بكم ساعه زودنا، لان احنا عندنا ارشيف نحتفظ بها بكل المباريات. طيب. فمن استدعونا لهذه قلنا له يابا هاي الاستمارات الاصليه اللي جتنا ومشرف المباراة حضر، الحكم الأول اللي هو سالم عامر والحكم الرابع ما قبل يحضر، ما قبل يحضر للجنة. الرجل مشرف المباراة صرح بأنه هاي الاستمارات الأصلية وأنا ما عندي أي علم بتغييرها، ما حصل أي تغيير خلال المباراة أو قبل المباراة. نعم. إحنا سلمنا نفس النسخ هذه اللي موجودة اللي زودكم بها نادي الموصل واللي هي بها رقم 12 بالفريق الاساسي لا العفو دكتور. نعم. مشرف المباراه كتب انه هناك مخالفه ارتكبها نادي التاجي؟ نعم. اي قال اي قال كتب. قال إيه طبعا. طيب نتفاجئ مع انه ما حضر لا الحكم الاول ولا الحكم الرابع، ولا الحكم ما حضروا. الحكم الاول يعني معلومات يعني وصلتنا. نعم. انه اتصل بالحكم الرابع. طبعا هاي المباراه مال الموصل والتاجي امامك هي. نعم. الان نعرضها. نعم. تفضل كمل. نعم. نتفاجئ انه سالم عامر يتصل بالحكم الرابع يقول له لا تجي للاتحاد وانا راح احفظها ان شاء الله مع اللجنه. اها زين. بعد يعني انتظارنا اكثر من اربع ساعات بالاتحاد المركزي وعند لجنه الانضباط صار انه قال يابا احنا ننتظر سالم عامر وننتظر الحكم الرابع حتى يدلون بشهادتهم، وللاسف للاسف ما اجوا. زين. الاخبار تتحدث الان انه الفريق الاول ثلاث فرق من كل مجموعه يتاهلون مباشر للدرجة الأولى، وإحنا حالياً بالمركز الثالث وعندنا مباراة مهمة مع التاجي. نعم. يظهرنا الاعتراض يوم أمس، لجنة الانضباط تعلن رد اعتراضنا بسبب أنه الحكم الأول والحكم الرابع يتحدثون أنه الاستمارة غيرت قبل المباراة بساعة ونصف، وهذا الكلام غير صحيح. ولم يأخذوا بتقرير المشرف. أبد ما أخذوا بالتقرير مالتهم. زين شنو تفسيرك؟ والله خلنا نحكي بصراحة طق بطق. إحنا ما عدنا ظهر بالاتحاد. نينو ما عدها ظهر بالاتحاد. ليش عندكم طارق الحجي؟ والله طارق الحجي ما شفنا اصلا حضر مباراه من مبارياتنا اللي صارت. هو رئيس الاتحاد الفرعي وعضو جمعيه عموميه باتحاد الكره وسائل الاعلام ونجم كبير هو. نعم. من نجوم الكره الموصليه ايعقل. نعم. ان يتنصل عنكم وهو نادي الام؟ نعم وسائل الاعلام موجوده وممكن تتواصل معه. اي مباراه من دوري اللي صار هي تسع مباريات اللي صارت على ارض نينوى او على ارض الخصم او ارض المنافس لنا. نعم. ما شفنا اي واحد من الاتحاد ولا شفنا رئيس الاتحاد حضر لمبارياتنا. ليش عنده مشكله وياكم؟ والله ممكن توجه له هذا السؤال. احنا نادي مثل مدينه وهو شخص، النادي مو نادي بس هذا النادي له فضل على طارق الحجيه وعلى كل نجوم. والله اتمنى تطرح هاي الاسئله عليه. انا اليوم بفضل نادي الموصل جاي حتى احضر برنامجك. نعم. النادي ما باسم رائد حاج رائد العبيدي ولا دكتور ربيع ولا سينا او صاد من الناس. نعم. هذا نادي يحمل تاريخ مدينه. صحيح. واسم صحيح. مدينه فعلا. وعمره اكثر من 80 عام. هذا الجمهور الغفير اللي تشوفه انت هذا المهم. والله هذا اللي يبكي بدل الدموع دم، يعني هذا الجمهور الذي يعشق نادي الموصل واللي معاكم في السراء والضراء. استاذ محمد احنا مشكله وين؟ احنا هاي المره الثالثه نتعرض للظلم من قبل الاتحاد. انا عندي رساله بس يعني اوجهها للكابتن عدنان درجال. اليوم أنا جاي من نينوى الاستديو حتى أحضر برنامجك وأكون مع جنابك الكريم. محمل بآلاف الرسائل من الجماهير الموصلية أنه بدينا نشعر أنه الاتحاد ظالمنا
وما نريد ندخل في خانة الخصم للاتحاد. نحن مدينة ثاني أكبر مدينة بالعراق. نعم. نتمنى من عدنان درجال أن ينصف، لا ينصف نادي الموصل، وإنما ينصف نينوى بسكانها، بأهلها، بطيبتهم، بتاريخهم، بكل مسمياتها، أن ينصف هذا النادي. لا نريد يعني إحنا ما نريد أي شيء، أي فضل ما نريد، نريد حقنا أكثر من حقنا ما نريد. أستاذ محمد إحنا مظلومين وريد الحق اللي يعود لأهله. لا لا يجاملنا ولا نحتاج مجاملة، نحتاج حقنا لا غير. إحنا دا نعاني معاناة بس أهل الموصل يعلموها، وهم يعلمون طبعا، كان هو وزير شباب رياضة وزار الموصل يعرف أنه لا عندنا منشأة رياضية ولا عندنا ملعب. والله ملعب نادي الموصل، مقر نادي الموصل ابن أبي يونس، والله بجهود شخصية سويناه حتى نمشي الدوري عليه. مع الأسف، مع الأسف. طيب. واقع المفروض الحكومة تساندنا، المفروض الوزراء يعني المتعاقبين على وزارة الشباب والرياضة هاي المدينة. اليوم يقول لك كل ما يجينا مسؤول يقول لك ملعب أولمبي. زين الملعب الأولمبي من 2012 وصار توقف به فترة 11، واليوم إحنا صار لنا 6 سنوات من تحررنا. ثق واعتقد بس 4 عمال يشتغلون به. ملعب الجامعة داخل العمار من 2019. استاذ احنا معاناة، دعم ما عندنا، دعم مستحيل ما عندنا. تلعبون بجهود ذاتية؟ أمانة الله ورسوله، أمانة الله ورسوله، يعني بجهود ذاتية وبدعم من ناس تحب الموصل، تحب نادي الموصل، تحب هذا التاريخ، وانت شفت الجمهور قدام عينك يمكن تلاحظ هذا الشيء. ما اريد منك شيء عدنان درجال، استاذنا الفاضل، اتحادنا الموقر، انصفوا نينوى وموصلها. هذا نحتاج من عندك، اكثر من حقنا ما اريد. صار تلاعبه بلجنة انضباط، نرجو إعادة التحقيق بالموضوع، ونرجو من الحكم سالم عامر ومشرف والحكم الرابع بحلفان اليمين على أنه هذه الاستمارات هي اللي تم وليس اللي تم تغييرها. لا. اليوم لجنة انضباط عندها استمارتين، هم يعلمون بقرارة نفسهم هذا الشيء. زين منو ظهر التاجي؟ طه عبد حلاته. بس رجل غادر قرب لوزان. غادر استاذ، مو احنا اني برسالتي وجهت لعدنان درجال، لا تجعلوا جماهير نينوى ان يكونوا في خانة الخصم لكم. نكون لكم كل الاحترام والتقدير، وان شاء الله تنصفونه حتى لا نكون خصم لكم، لان نينوى تعتبر عراق مصغر. نينوى ثاني اكبر محافظة بالعراق بعد بغداد. تمام صحيح. طه عبد حلاته هو من ضمن جروب لوزان، وانت سيد العارفين بهذا الموضوع. يعني شنو جروب لوزان؟ يعني داعم للكابتن عدنان؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. بس الحق بس كابتن عدنان ترى الان الرجل يعني يتعامل بمهنيه. والله احنا كلنا امل بهاي المهنيه. من يقول الموضوع واصل له؟ والله من خلال برنامجك نوصل له هاي الرساله، ونتمنى ان ينصفنا. نحن بانتظار انصافنا لا اكثر. طيب نعم، هسه مباراة التاجي نخليها على جنب، تعادلتوا نعم بيها نعم، وأملكم بالاعتراض، وإن شاء الله صوتك يوصل رغم ما تحدثت به يؤلمني والله أنا مرارة داخلي. والله لأنه هذا الموصل يعني هذا النادي الكبير نعم اللي خرجنا، يكفي أنه خرجنا حارس محمد أحسن، ويكفي أنه خرجنا كم كبير من الأسماء واللاعبين نعم اللي إلهم ليس في مجال كرة القدم وإنما في كل الألعاب. ترى هاي الموصل العزيزة الغالية، يعني نريد الإنصاف. أنا وياك أتضامن في موضوع الإنصاف، لكن أرجع من الباب الآخر. نعم. يعني أنتم فرطتم أيضا في مباراة أمام التاجي بتعادل، وأنتم دا تلعبون على أرضكم. نعم. من تغلب وروح شي يصير خلي يصير. تمام. وعندك مباراة القرمة، أنت فقدت 5 نقاط على أرضك وبين جماهيرك. نعم. وهاي بحد ذاتها يمكن تخلي الجمهور الآن ينتقد الجهاز الفني، ما أريد أقول الجهاز الإداري لأن هي شغلة فنية. صح صح، أتفق معك أستاذ محمد. إحنا يعني كان المفروض بينا نفوز وهذا واقع حال، لكن إحنا بالبداية قلنا أن هي كرة قدم تعتمد على الأخطاء. بس هذا ما ينهي أنه ولا يرفض أنه إحنا نطالب بحقنا. هذا حقنا صحيح، هذا خطأ يخالف اللوائح والقوانين اللي وضع الاتحاد العراقي. اليوم انت من تضع قوانين لازم تطبق على الجميع، ما تطبق على الموصل وعلى التاجي لا تطبق. يعني انت تلاحظ اكو استهداف؟ ما نتمنى هذا الشيء، لان اذا استمر هذا الظلم راح نقول استهداف. اكو ظلم غير هذا؟ طبعا من 2011 انت سيد العارفين من صعدوا الشرطه ونزلونا لنا، وبال 2014 احنا كنا متصدرين المجموعه مالنا، وصارت احداث داعش ودخل داعش، والمفروض احنا نرجع على الدوري الدرجه الاولى، وكنا متصدرين نرجع اقله على الدرجه الاولى، ما يرجعوني درجه ثالثه وانا ابدي من الثالثه سنه ونص،
واطلع للثانيه والعب تصفيات منطقه شماليه. مجاهدين والله انتم. والله العظيم والله العظيم يا استاذ محمد معاناه ومراره وغصه. نعم. لان ما نشوف اي اذان صاغيه لا من حكومه محليه ولا من حكومه مركزيه. طيب. نعم. الان عندكم فرصه وهي ماكو شيء مستحيل بكره القدم. اكيد طبعا. لانه انت تلعب حتى الرمق الاخير. نعم. وحضرتك ايضا يعني رياضي وبالتاكيد دكتور ولديك باع. وايضا تعمل في مجال الاعداد البدني ايضا للفريق. نعم. الموصلي. نعم. عندكم مباراه امام التاجي هي مباراه رد الدين في. صح. التاجي. نعم. شرط انه يتعثران القرمه والغراف. نعم. ومصيرك في غيرك ايش راح تسوي؟ هي هاي سبحان الله صارت انه اليوم احنا عندنا اكثر من احتمال اما تعادل الفريقين او تعادل احد الفرق. نعم. وتعادلنا راح نصعد او خساره احد الفرق وفوزنا يعني اكثر من احتمال احتمالين. طيب هو فريق واحد يتاهل ولا لا فريقين؟ احنا المعلومه اللي وصلتنا هسه قريبا هي ثلاث فرق. اذا ثلاث فرق انت بالسيفتي. ما نعرف. احنا عندنا لعبه مهمه مع التاجي ممكن تفوز ممكن تخسر. نعم. ممكن تتعادل. طيب. نعم. شو وقت اللعبه هاي راح تصير؟ الخميس ان شاء الله باذن الله تعالى. وشنو توقعاتكم واستعداداتكم لهي المباراه؟ والله ان شاء الله كنا عزم انه نحقق الفوز بهي المباراه. لا باذن الله تعالى. باذن الله. نعم. خل ارجع شويه اسولف على الوضع العام اللي تعانيه كره الموصل ورياضه الموصل. نعم. بعد غياب الملاعب غياب البنى التحتيه. نعم. ارجع الى قضيه حضرتك تحدثت ولفتت نظري هي قضيه غياب التمويل والدعم. نعم. أيعقل نادي الموصل من غير دعم من غير اهتمام؟ لانه نعرف كره القدم عباره عن اموال. نعم. والاموال تجيب المحترفين وتجيب اللاعبين شلون تمشون اموركم؟ والله استاذ محمد نعاني من هذا الموضوع. اكثر الناس يقول لك نادي الموصل يلعب مع الاقضيه والنواحي في دوري المظاليم ويتعادل ويخسر، بس ما يعرفون اليوم الماده هي تلعب دور. انا اليوم دا العب مع انديه ميزانيتها مليار ومليار و100، وانا ما عندي ميزانيه ما عندي مخصصات لا من حكومه محليه ولا من حكومه مركزيه. طيب شلون عايشين؟ يعني حتى الوزاره ما تعطيكم؟ والله الوزاره الله يجزيهم خير يعني من 2017 انطتنا 10 ملايين. من 2017 انطتنا 10 ملايين. 10 ملايين دولار؟ 10 لا 10 ملايين 10 ملايين دينار عراقي. دينار. وانطت 10 ملايين دينار عراقي لفريق العاب القوه اللي انا هم مشرف عليه. زين. زين. وهاي ست سنوات تعرف انت يمكن تكفي وزايد. بالمناسبه المحافظ زارنا قبل لعبه الكف بدايه الدوري. لا. وقال احنا اعذرونا مقصرين معاكم واحنا فهمنا انت رجل التحرير ورجل الاعمار. يا سيادة المحافظ والرياضة ورحت للبصرة وشفت واقع الرياضة والخليج ايش عملوا شلون نقل صورة حلوة عن العراق وعن البصرة. قال اعذروني انا تأخرت عليكم والحجر هذه العبودية. لا هذا تجاوز موضوع المسؤول. اي تجاوز. فما ما 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 دنا يعني احكي لي الان على الله يكون بعونه رائد العبيدية وجل التحية. بالمناسبة هو الرجل المفروض كان يكون ضيفي اليوم لكن حالته الصحية بسبب المباراة الأخيرة وانبح صوت الرجال، لذلك أقول له أجر وعافية حجي رائد. شلون بده يدبر امره؟ والله الساعه احنا بس انتم عندكم روحه للتاجي، قد راح تكلف؟ لا ودفعتم مليون دينار وانتم في قحط. صح. للاتحاد وهاي المليون راحت؟ اي راح طبعا. هاي انت اليوم انت تدفع اعتراض لازم تدفع رسوم الاعتراض. زين. واحنا لو ما واثقين من نفسنا علشان نروح نعترض وعلشان ندفع فلوس وكراوي ومصرف وبقى بغداد يومين وترجع مرتلخ استدعاء، رحنا مرتلخ استدعاء رحنا حضرنا. يعني انتم صار في لكم فد مليونين على هاي الروحه؟ تقريبا تقريبا مليونين. نعم. مع الاسف. أيوة. زين وتالي. نعم. الاخ سالم ما يجي ما يكلف نفسه. لا ما يجي ويبلغ الحكم الرابع يقول له لا تجي لا تروح للجنه. انا مع الاسف. انا مع الاسف. مع الاسف. نعم. زين الامور اللي تعانون من عندها الان هي الماديه يعني بجهود. نعم. شخصيه من اللاعبين. لا الاداره استاذ محمد عندكم تمويل ذاتي بالمناسبه؟ عندنا مشاريع بدت شويه هسه الحمد لله يعني استثمار عندنا بدا شويه يجينا منها ماده. حاليا مطلوبين تقريبا 286 مليون دينار عراقي. زين. لان احنا عندنا سبع لاعبين من خارج المحافظه. أه. يلعبون عندنا برواتب وباقامه داخل يسكنون المحافظه؟ والله فندق مهيئ لهم وسك من اي محافظه جايين؟ عندنا من الحله وعندنا من النجف وعندنا من بغداد وعندنا من السليمانيه وعندنا جميل جميل شيء حلو. ايه نعم. الموصل الان بدات تستقطب لاعبين من والله بجهود ذاتيه استاذ محمد. نعم. والله بجهود ذاتيه والكل تعلم كل المدينه تعلم. حتى مسؤولين المحافظه طرقنا بابهم اكثر من مره وشرحنا لهم الوضعيه وللاسف وزراء تعاقبوا. استاذ محمد تدري انت يعني هسه احكي لك فد شغله خارج كره القدم. تعرف محافظه نينوى عندها ابطال على مستوى العرب بالناشئين. نعم. وبالشباب بالعاب القوه
ولا يملكون مضمار، ما لعب قوة. هاي كارثة هذه. تعرف ناحية القيارة اللي هي بالموصل بيها ثلاثة أبطال على مستوى العرب ومستوى آسيا ويتمرنون على أراضي ترابية، هذه فد ملاحظة صغيرة خارج النظام. دكتور إذا عندك كلمة تحب توجهها، وأنا سعيد اليوم بحضورك الكريم والوقت داهمنا يعني. أكيد طبعا. اليوم وأنا سعيد مرة أخرى بحضورك وأتمنى الموفقية أجمعين للموصل. تفضل، ما الذي تود أن تقوله؟ أنا أعيد الرسالة للأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، أتمنى أن تصف نينوى وليس الموصل، وأقدم شكر الجزيل لقناة الشرقية والجناب الكريم والبرنامجك الرائع. كذلك أشكر المراسل الإعلامي القريب من القلب واللي يسعى لنقل صورة الرياضة الموصلية محمود السليباني. كل الشكر والتقدير لكم، وكل الشكر والتقدير لمن ساهموا بوجودنا هنا، وشكرنا وتقديرنا لجماهير الموصل، وإن شاء الله نوعدهم بالتاجي نحقق الملفحة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أنا أشكرك مرة أخرى دكتور ربيع، وأتمنى لك الموفقية والنجاح في عملك وفي الإدارة. شكرا جزيلا. الله شكرا جزيلا. إذا المشاهدين الأحبة، أسئلة كثيرة ضيفي الكريم وجهها وأراد الحلول من خلالها عبر منبر الشوط الثالث، ونحن بدورنا أيضا ننتظر الردود. لا نريد الظلم أن يلحق بأي من أنديتنا العراقية. نادي الموصل نادي كبير، نادي مهم، في الوقت اللي نحيي أندية التاجي والقرمة والغراف وكل أندية العراق. من جد وجد ومن اجتهد يستحق التقدير والاحترام، لكن أن يتم التلاعب بهذه الطريقة اللي تحدث عنها الدكتور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبلها. سادتي الأكارم، وصلنا لنهاية هذه الحلقة اللي أمل أن نالت رضاكم، واللي أشكر فيها مرة أخرى ضيفي الكريم الدكتور ربيع عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل، ولكم على طيب المتابعة. ألقاكم بحلقة جديدة يوم غد بإذن الله تعالى. أنقل لكم تحيات جميع زملائي في استوديو البث في الكونترول، ومن مخرج البرنامج قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى يوم غد انتظروني بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول لكم في الله.